السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم بعنوان Who is she أو من تكون؟ نستعرض الآن النقاط الرئيسية. Identity Card Vocabulary أو مفردات خاصة ببطاقة الهوية. Exercise تدريب. Asking Questions توجيه أسئلة مثل WH Question أو سؤال بدات الاستفهام. And then Yes No Question أو السؤال بهل. نأتي الآن للمفردات الخاصة ببطاقة الهوية. Identity Card بطاقة الهوية. Surname اسم العائلة. First Name الاسم الأول. Country الدولة. Job الوظيفة. Address العنوان. Phone Number رقم الهاتف. Age العمر. Married متزوجة. وكما نرى فاسم عائلة هذه البنت Anderson. First name أو اسمها الأول هو كيشا. Country دولتها England إنجلترا. Job وظيفتها Journalist صحفية. Address العنوان هو 42 Muswell Hill Road London N103JD. Phone number رقم الهاتف 020-8863-5741. Age العمر 28. Married no, she's not married. هي ليست متزوجة. نأتي الآن إلى التدريب. هذا تدريب استماع. نستمع ونحاول أن نكمل هذه الفراغات. Number one. One. What's her surname? Anderson. ماذا نضع في هذا الفراغ؟ Very good. Her. ليصبح السؤال What's her surname؟ ما اسم عائلتها؟ Anderson. Number two. Two. What's her first name? Keisha. What's her first name? ما اسمها الأول؟ Keisha. Number three. Three. Where's she from? London, England. ماذا نضع هنا؟ Very good. Where's? Where's she from? من أين هي؟ Number four. Four. What's her job? She's a journalist. ماذا نضع؟ Very good. What's her job? ما وظيفتها؟ She's a journalist. هي صحفية. Number five. Five. What's her address? 42 Muswell Hill Road, London, N10 3JD. Very good. What's her address? What's her address? ما عنوانها؟ Number six. Six. What's her phone number? 020-8863-5741. ماذا سمعنا هنا؟ That's right. What's her phone number? ما هو رقم هاتفها؟ Number seven. Seven. How old is she? 28. How old is she? Very good. Number eight. Eight. Is she married? No, she isn't. Is she married? هل هي متزوجة؟ No, she isn't. ننتقل الآن إلى Language Structures Asking Questions أو توجيه الأسئلة. في التدريب السابق استمعنا إلى هذه الأسئلة التي سألنا فيها عن بعض المعلومات التي تخص كيشا مثل What's her surname؟ ما اسم عائلتها؟ What's her first name؟ ما اسمها الأول؟ What's her job؟ ما وظيفتها؟ What's her address؟ ما عنوانها؟ What's her phone number؟ ما هو رقم تليفونها؟ وفي حالة إذا كنا نسأل عن معلومات تخص شخص مذكر نستبدل كلمة her بhis لتصبح الأسئلة على النحو التالي: What's his surname؟ ما اسم عائلته؟ What's his first name؟ ما اسمه الأول؟ وهكذا.
أما في حالة إذا كنا نخاطب شخص ما ونوجه إليه هذه الأسئلة فنستخدم your لتصبح الأسئلة على النحو التالي: What's your surname؟ ما هو اسم عائلتك؟ What's your first name؟ ما هو اسمك الأول؟ What's your job؟ ما هي وظيفتك؟ وتكون باقي الأسئلة على هذا النحو. نتطرق الآن للمزيد من الأسئلة التي تبدأ بأدوات استفهام أو ما تسمى بـ WH question. ولكن قبل أن نبدأ نحاول أن ننشط الذاكرة معا. ما هو الضمير المستخدم هنا؟ Excellent, you. And here, he, wonderful. وهنا, she, very good. في حالة إذا كنا نسأل شخص عن دولته فبالتأكيد سنستخدم هذا السؤال: Where are you from؟ أما إذا أردنا أن نسأل عن دولة شخص آخر فسنستبدل هذا الضمير ب he, very good, ليصبح السؤال Where is he from؟ ولا ننسى أن نستبدل كذلك الفعل are ب is لأن he تأخذ الفعل is. وماذا لو كنا نسأل عن سيدة؟ فبالتأكيد سيكون السؤال Where is she from؟ Excellent. وعند الإجابة وكما قلنا سابقا إذا كان السؤال يحتوي على Are you؟ عند الإجابة يحول إلى I am لتصبح إجابة I am from، ونستطيع أن نكتب هنا اسم الدولة. السؤال الثاني Where is he from؟ عند الإجابة نقدم الضمير he على الفعل is لتكون الإجابة هكذا He's from. وكذلك هو الحال مع هذا السؤال. Where is she from? She's from. Very good. سؤال آخر. إذا كنت أريد أن أسأل شخص ما عن عمره، فبالتأكيد سأستخدم هذا السؤال. How old are you? وبالتالي نستطيع أن نتوقع هذا السؤال. How old? Very good. How old is he? وماذا عنها؟ Excellent. How old is she? وعند الإجابة وكما قلنا Are you تحول إلى I am. So if you ask me لو إنك سألتني How old are you كم عمرك سأجيبك I am 37 years old. Okay. How old is he كما قلنا نقدم he على is لتكون الإجابة He is space years old. ونستطيع أن نضع هنا العمر. How old is she؟ أيضا نقدم she على is تكون الإجابة She's space years old. For example, we could say she is 13 years old. ننتقل الآن إلى نوع آخر من الأسئلة وهو Yes, no question. ويسمى هذا السؤال بهذا الاسم لأن الإجابة عليه تكون باستخدام Yes أو No. مثال Are you from England؟ هل أنت من إنجلترا؟ Is he American؟ هل هو أمريكي؟ Is she a teacher؟ هل هي معلمة؟ ونلاحظ أن سؤال Yes No يبدأ ب Are أو Is. وعند الإجابة وكما قلنا نستخدم Yes أو No. مثال Are you from England؟ Yes. ونقوم بتقديم الفاعل على الفعل لتصبح الإجابة Yes, I am. Is he American؟ هل هو أمريكي؟ عند الإجابة Yes ونقدم الفاعل على الفعل لتكون الإجابة Yes, he is. وفي هذا السؤال Is she a teacher؟ هل هي معلمة؟ Yes نقدم الفاعل على الفعل Yes, she is. مثال آخر Are you a student؟ هل أنت طالب؟ No, I am not. ونلاحظ أننا استخدمنا هنا كلمة not لأن الجواب هنا بالنفي. Is he married؟ هل هو متزوج؟ No, excellent. No, he isn't. Is she at home؟ هل هي في البيت؟ No, she isn't. Excellent. نصل الآن إلى ختام درس اليوم. Thank you. Goodbye.